يا بنتي هالأزمة كل ما قلنا بتنفرج ضاقت مصيرها بتنفرج يا يوبا لا تحاتي ما يبونها تنفرج لبغت أسألك ريلك سالم وين مرحبا ومسهلا وش عندك فرحان وطاير من الفرحه ايه مستانس ومستطرب ومرتاح ومبسوط روحي سوي لي قهوه تركيه على كيف كيفك ابي اقند راسي وسوي حق عمي كركش كوفي مدري تركش كوفي تركي اصلي ان شاء الله فالك طيب انت جلس الحين وارتاح الناس في وين وانت وين في وين بعد في قطر أنا قصدي أقول إن الناس لين الحين في حصار هاي حصار يا عمي الله يسلمك الأمير الله يحفظه من بلد البلد ومستانس لاف بالأرض من مشارقها المغاربها مستانسين إنجازات إنجازات يا عمي مو بعضهم اللي ما يقدر يعتب عتبة الباب فالحين بس في الأغاني الهابطة في المهايط في الكذب ذبحونا بالكذب هذا زمن العجايب يكذبون الصادق ويصدقون الكذاب يا عمي هذه قطر قطر ما يهزها ريح هلها مطوعين الصعايب أمس يا عمي فاتحين مينا حمد أكبر مينا في الشرق الأوسط عادوا اللي بيتحدى مو بقد يلا هاليوم يا المظلوم وأنت الولي عظيم الرجا والشان يا المعتلي تسلم الزحل والزحزح والزحزح